صديقتي السويسرية جابت لي واحد الحلوى نقولوا على شكل قيش بالبرقوق، وصوبت فيه حتى هذا البرقوق والتوت البري وحتى المشماش. مهم جات تودعني جابتولي، شكرا ليها. من هنا كنقول لها فيلن دانك برنادات، شكرا على هاد الحلوى، فيلن دانك زولي فون اينن، فيلن دانك. انا شكرتها على هاد الحلوى، فقط بغيت نصورها لكم. الصراحه انا عمري ما صوبتها، لكن جزاها الله بخير جابتها لي. هو نوع يعني معروف هنايا في سويسرا هاد الحلوى هادي، واكيد لذيذه. المهم انا ما ذقتهاش، ذقتها بنتي خدت منها، قطعتها قبل ما نصور، لكن كما كتشوفوا باينه لذيذه ما شاء الله، ما شهيتكم. وشكرا ليها بزاف صراحه. السميه ديالها انا غادي نكتبها، ما عرفتش كيفاش، شويه صعيبه بالالمانيه. المهم هو تارت او تارت قيش بالبرقوق، كما كتشوفوا هنا البرقوق، هي درت فيها المشماش كما قلت لكم، والتوت البري. المهم باينه لذيذه، انا ذقتها العام اللي فات، و هادشي اللي كاين. فقط بغيت نصور ونشكرها من هنا ونقول لها شكرا بزاف، هادشي اللي كاين. سلام، هادشي اللي كاين، ما شهيتكم. يلا السلام عليكم.